هذه الأزمة ممتدة منذ أسابيع بخصوص أزمة اللاجئين. بالنسبة الأزمة الآن هناك المئات يعيشون داخل مركز ترابل المختص أيضا باستقبال طالبي اللجوء، وأيضا شهدنا أيضا صور لأشخاص أيضا يفترشون الأرض في هولندا. باعتقادك بداية، ما هي أسباب هذه الأزمة؟ أعتقد أن هناك تدفق كبير جدا، وهذا تدفق يعني تراكمي للاجئين إلى هولندا، وكما تعلم أن هناك طاقة استيعابية للاجئين، وهولندا مفتوحة لاستقبال العدد الكبير، وهنالك تعامل مع ملفات، وهناك أيضا ضغط على الميزانية الهولندية، ولكن كانت من الدول التي تيسر إلى حد كبير استيعاب اللاجئين لأسباب كثيرة، منها ما هو إنساني ومنها ما هو أيضا اقتصادي. فكما تعلم يعني استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، هناك طاقات شابة وهناك تنوع في هذه الطاقة، وهناك حاجة للأيادي العاملة. بالتالي ونحن أمام مجتمعات أوروبية يعني تعتبر يعني هرمية أو يعني لها من العمر الكبير، وبالتالي بحاجة إلى تجديد دماءها لأسباب اقتصادية وإنسانية. أيضا تم استيعاب عدد كبير، هناك تحولات، وكان هناك أيضا حتى قبل الأزمة الأوكرانية كان هناك أيضا ضغط من بعض الأحزاب السياسية، هناك ترفض استيعاب المزيد من اللاجئين، إلا أن الحكومة استمرت في استيعاب يعني اللاجئين بشكل متواصل. وهناك أيضا المجلس الهولندي للاجئين، وهناك منظمات تراقب جودة تقديم الخدمات للاجئين، إلا أن الأحداث في أوكرانيا يعني غيرت الأولويات، هناك ضغط كبير أيضا من أوكرانيا، هذا أدى إلى الضغط على المساكن، هناك أزمة مساكن في هولندا، طبعا تنتظر سنة إلى سنة ونصف إلى حسب البلديات، لأن هناك أزمة سكن، لا يمكن توفر السكن بسهولة للاجئين، ولذلك أوكرانيا استيعاب اللاجئين بشكل متسارع أدى إلى خلق أزمة وإلى إحلال لاجئين جدد. هذا اللاجئين أيضا لهم مكانة بحيث أنه يتم معادلة اللاجئين، هناك لاجئين قادمون ينتمون إلى نفس العقيدة وإلى نفس القارة ويحدثون توازن في تركيبة اللاجئين، وهم أقرب للاندماج من بقية اللاجئين الآخرين، وبالتالي أعطيت الأولوية للأوكرانيين وتم استيعابهم بشكل وتسهيل المهام، هذا خلق أزمة لدى اللاجئين من سوريا ومن أفغانستان وبقية البلدان.